مدام نجمة، نسألك شو الشيء اللي بتحرصي انه يكون موجود على الافطار؟ الحاجة اللي اولا طبق الشوربة. انا اسمي ميسيس شوربة. في شيء طبق شوربة معين بتحبي تعمليه؟ خضار عادية، لازم طبق الشوربة والبلحاية، وبعدين بقى اصلي المغرب، ويعني استنى شوية كده اشرب نسكافيه واصلي العشاء، وبعدين ابتدي التراويح وابتدي طقوسي بقى في رمضان، ازور صحابي، اتسحر عن صحابي، سحوري زبادي. بخصوص الاكل، في شيء اكله معينه بتحبي تعمليها كتير خلال هذا الشهر؟ لشهر رمضان الكنافه. الكنافه يعني بزيد وزنك بهذا الشهر؟ مش كتير، يعني ما باكلش، باكل حته صغيره كده، حته صغيره كده بس، بعمل صينيه كنافه حلوه، مره بالمانجا، مره بالقشطه، مره بالعسل، مره بالسكر، يعني كده.